معقولة يا مي؟ برضو قفل كاليفورنيا يا بابا. مش فاهم ايه اللي اخرها لغاية دلوقتي. انت هتطلعي غلبك فيها بسرعة تيجي. برضو مقفول يا بابا. هي عارفة كويس قوي ان انا بكره حكاية قفل التليفون دي. يا بنت مسرها تيجي. ها قوليلي وبعدين هتعملي ايه؟ هتقابلي؟ قابل مين؟ يا بابا احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ خليني الاول اطمن عليها. مش عادتها تتأخر كده. كنت بسقي الزرع. يا بنتي الواد طلع جدع وصور لك الفرح بعد المصور بتاعك ما اداكي بومبا. روح يا لولا قابليه وشوفيه عاوز ايه، ولو تحب اجي معاكي. لا يا بابا انا هكلمه واقابله، ما تشغلش بالك انت. خليني الاول بس اطمن على بي. ايه اللي اخرها كده؟ انا جعان بس مش هقدر اكل. سلام. مي لسه زعلانة؟ طب اعمل ايه طيب يا مي؟ روحنا اتعشينا في مكان ظريف، دلتي قلب خلقتك طول القعدة. فكي بقى التكشيرة دي يا مي، مكبريش الموضوع بقى. هو اصلا الموضوع كبير، بعدين صحابك هيقولوا عليا ايه؟ ولا اي حاجة، وبعدين علي عارف كل اللي بيننا. مكبريش بقى. هنبدأ في الحوارات دي لحد امتى يا نادر؟ لحد ما الامور تتعدل يا مي، لحد ما اقدر ابيع شغلي كويس، لحد ما الست اختك ترضى تتنيل تتجوز. تتنيل في عينك، بطل بقى تقعد تتلكك بليلى. انا مش بتلكك بليلى. تلكيك فارغه يعني. احترمي نفسك. وبعدين انت عملت ايه اصلا من اللي احنا اتفقنا عليه؟ ابتدي بقى الاسطوانه. ولا اي حاجه. عملت ايه في موضوع الشقه؟ صفر. متخيل بقى ان كل المشاكل هتتحل لوحدها وانتهى السلبيه يعني. انت عايزه مني ايه؟ بطلي بقى شكوى ونكد طول الوقت، انا زهقت. بتنيل بشتغل شغلانتين، هعمل ايه اكتر من كده؟ ابتديت احس انك بقيتي عايزه الشقه اكتر ما انت عايزاني. وانا بقيت احس انك مش عايزني اصلا. هفضل لحد امتى انا عمال احل المشاكل لوحدي؟ مين اللي قدام المدفع؟ منتهى السلبيه منك. انا مش فاهمه مين الراجل، انا ولا انت؟ بقولك يا مي، هي دي بقى ظروفي ان كان عاجبك. لو انت مستعجله قوي على الشقه ومستعجله قوي على الحياه المرتاحه ديت، شوفي لك حد تاني ظروف احسن. الهاني مشرفت. اتأخرتي ليه؟ بابا مش راضي ياكل لغاية دلوقتي. استني بس يا لولا، استني. تعالي معايا يا حبيبتي، تعالي. ايه ليه؟ اتأخرتي ليه؟ ما هو درعك ده اللي مبوظها. كنت فين؟ وقافلة موبايلك ليه؟ خلاص؟ اتبسطتي دلوقتي؟ ايه الحكايه بقى؟ مش مستاهله ان انت تزعلي مني كده. وبعدين انا فعلا بقلق عليكي، وحكايه قفل الموبايل دي بتنرفزني. خلاص يا ميويا، حقك عليا يا حبيبتي، بس انا فعلا بقلق عليكي. انا مش زعلانه منك، بعيط على حاجه تانية. خير؟ حصل حاجه؟ انا ونادر اتخانقنا. مش هنخلص من السي نادر ده بقى.
يعني احكي ولا ما احكيش؟ خلاص حبيبتي احكي حقك عليا. حصل ايه يا مي؟ بصي يا ليلى، انا ونادر بنحب بعض ولازم نتجوز بسرعه، وبابا مصر ان انت اللي تتجوزي الاول. انا والله انا ما فاهمه انت مستعجله على ايه، وبعدين انا مش شايفه اي حاجه من نيه نادر ده الجواز. هو بيعمل اي حاجه؟ لو شفتي بقى انا مش عارفه اتكلم معاكي. انتوا بتحبوا بعض قوي كده؟ طب بصي بقى يا ستي، اوعدك لو انا لقيت اي نيه من نادر ده بس احس ان هو بيعمل حاجه عشان تجوزه، انا هقنع باباكي. بجد يا ليلى؟ بجد طبعا، عمري وعدتك بحاجه وما عملتهاش؟ ربنا يخليكي ليا. خليكي ليا ويحفظك يا رب. ليلى، انا عارفه انت ليه مش عايزه تتجوزي، بس انت عمرك ما حبيتي بجد. مش يمكن ربنا عمل كده عشان ما تكبرش؟ مش حرام كل الحنيه دي ما تروحش لاولادك؟ انا مبسوطه ومرتاحه كده، بحبكم وانتوا ولادي. الله، انت مش حاسه يا بنت انت ان انا مامتك انت وباباكي كمان؟ ما هو مش معقول كده يا بنات، انا مت من الجوع اهو، والمكرونه ما تتاكلش بارده. يلا بابا. احنا جينا اهو. انا اسفه يا بابا. انا معلش يا حبيبتي، معلش. اقعدي اقعدي، تعشي تعشي تعشي. حاضر حاضر. كتير كده يا بابا، كتير، ده احنا بالليل. يا ريت اكلت وانت مش هنا. تشرب قهوه النهارده؟ لا، بابا بيسمع الكلام، ما بيعملش حاجه غلط خالص. طبعا. انا عامله لك المكرونه اللي بتحبيها. كل يا حبيبتي. تسلم ايدك. شويه كمان؟ لا لا، مش قادره مش قادره. هاتيهم ده كده مش عارف يا بابا. ما تقفليش التليفون تاني برضه. فصل شحن. لما اتكلمتش